أمسلان هي البرية بجلالها وجمالها وإشراقها وضيائها وخضرواتها ومائها ورقة هوائها وزرقة سمائها. هي صياح الديك ولدغة الشحرور وتغردة الطيور ومآمة الخروف وثاء العنزة ومواء القطة ونباح الكلب وخوار البقرة وخرير الساقية وأنين الناي تتناغم وتتناشد في تناسق وانسجام. هي رائحة الأعشاب والنعناع والبابونج وعبير التفاح والبرتقال. هي الخبز البيتي والحليب الصفي والعسل الحر وزيت الزيتون وزيت الأرجان. هي ركوب الخيل والحمير والبكور إلى الطحونة لطحن القمح والشعير وحمل الماء من العين والينبوع والغدير. هي التماسك بالعادات والحميدة التي توارثناها عن أبائنا وأجدادنا من إغاثة المنهوف واحترام الكبير وإعانة الضعيف ورعاية حقوق الجار، وقد أصبحنا نفتقدها في المدينة، لذلك يسميها بعضهم أخلاق القرية. ولا يعرف فضل القرية إلا من عاش في مدينة من بيوت أراضيها وسقوفها وجدرانها وقلبها حجر لا يدخلها النور والدفء إلا بمقدار، ولا يتجدد هوائها ولا يستساغ ماؤها ولا طرى في كثير من أنحائها شمسها ونجومها وسمائها. كنا نهرب إلى أحضانها هربا من قيود الحضارة الزائفة لننعم بالشمس والهواء والليل والنجوم والقمر والحرية، فنجد فيها ميلادا من الصخب والضوضاء والقلق والتلوث، تتجاوز فيها المخلوقات دون حواجز، فيعيشون معا في هناء وصفاء جنبا إلى جنب الناس والحيوانات والطيور والنباتات. هذه هي القرية التي عرفناها في الماضي، فماذا بقي منها الآن؟ أهلها ودعوا القناعة وفارقوا الوداع، وبعضهم هجر إلى المدينة مستبدلين ماديتها بروحانيتهم وقلقها المزمن بطمأنينتهم، وبعضهم مكثوا فيها وتقاسعوا عن خدماتها وأرادوا أن يجعلوها مدينة. نعم يا دكتورة خالتي، أرغص إن شاء الله سفلتي وزهور. عافية أنا ما عنديش شقة قلت للطوموبيل ولا استخسر. المهم هيا وسيف السيف نيت شايب نيت السيف نوم السلام السفل الماء وزوغن شكو ترغى الوقت ما كيك تبيت مزيدا نوم السلام خامد ها؟ هاك اللي سينا احمد تنسي اختي نغزري حتى اللي مامتها ديالنا كديت فوق باش تستلم النسيه ديال مزيده. كي جاتك هاد الفكره اللي قالها السي حمادي تصو معايا ثاني كلشي ورتبيني من الناس ندبير غير اللي مامت المهم هي تما هاتي مزيده نايت شايبني هاتي مزيده ودوار ومسلام بارك الله تفوركي. المهم واخا ستزون كي فوق نسويني تبين غير الصبر سير راس الصومعيتي وفولكين هانتي و نتمنى توسك ولا نتا تروح ان شاء الله زود غدا انوال و فنرو قبرايا هدا و ترحم ربي كل ما قيس انا نتا سكت ويا يا ربي يا رب ترحم يرحم ربي سوسع في اللسن. السلام عليكم فاني كانت جيت بخير كلشي مزيان مبارك واشيرك الحمد لله بارك الله فيك. هذاك ناري مسكين ما شاء الله صافي ناري يا طقوطي هذا مسلان سيسنا قريغيكا واه صراوي تيمي غاد استفحيني واه 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 فحيا الصدر خلي مسكين
المهم غير هذا اللي غادي كدار العائله يا خالتي اللي باهره دار غزان يا خالتي اللي مسكينه سيخت الفرح يا خالتي اللي امطونا زي الدارني خسر الفاميلانس الحمد لله تي كدارس نفرح نسيق نوفادني دغيدا سيونس والاخوة دريانا في دغيدا يا صحفينا غزان سي 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 سوفيا باش كي دوك سي هذا يعني يا يا بعد اكل ريما التعليق غيد التعليق فوق اللي راه داك ضروري اه مشكل تاع سي التعليق فوق اللي راه نيدس سي الياس سي سوفيا الله يمري الطامر ترجع ديك ترجع دار الطامر سوا ما زين اخويا دغيا هاي لا يدو صار نزيد تبارك الله سيدي بس نهي الله تسوق يا مبا Eh, 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 eh.